السلام عليكم. تم البارحة طلع لابيست المضمار تاع لعب القوى بمركب عنابة، إذن تم طلاءه بالطارتون باللون الأحمر، وهذا كان منتظر بالنسبة للون تاع الفرق تاع اتحاد عنابة وحمراء عنابة. إذن الطلاء كان باللون الأحمر والذي يناسب اللون تاع الكراسي تاع الملعب. اذا وان شاء الله الاشغال تنتهي في موعدها، يعني قبل الشهر. والسلام عليكم.